السلام عليكم، شكرا ميديا لايف. السبب الرئيسي لارتفاع أثمان الدجاج أو الدواجن في هذه الفترة هذه هو راجع للعزوف ديال المربيين اللي تكبدوا خسائر كبيرة منذ شهر ثلاثة، واللي كانت كتر واحد الخسائر في المتوسط ديال 3-4 ديال الدرهم. وعلى أساس هذه الخسائر كنا رسلنا كل رئيس الحكومة ورسلنا لجنة اليقظة اللي كان يعني كنا كنوصلوا العناء ديال المربي انه ما يمكنش يتحمل هذه الخسائر وحده في هذه الفترة هذه. بالطبع كيخص يعني في هذه الأزمة هذه، وكما كنتوا شايفين راه كانت الأثمان ديال الدواجن تزيد منخفضة، انخفضت إلى أن يعني توقفوا هاد المنتجين عن المزاولة، لأن ما كاينش كيفاش يكملوا. باش اليوم السبب هو التوقف ديالهم هو أنهم بقاو وحدهم في الساحة، ما كاينش اللي يعاونهم، اللي كان المفروض أن الوزارة تدخل لأنها سنات مع الفيدرالية في المخطط المعرض الأخضر باش يخدوا فلوس وداروا مجازر صناعية وباش يكونوا كيحافظوا على المنتوج، يعني يهيئوا المنتوج ويحافظوا على استقرار ديال السوق، لأنهم هما اللي سانيين. وكاين قانون 12.03 في المادة 2 اللي كتحمل الفيدرالية تقنين الإنتاج وتسويقه داخليا وخارجيا. اليوم هاد العرقلة اللي كاينة في السوق كتحملها هي قانونيا، لأن هي لسانية وبدون تواجد هاد المربي. تزايد الضيعات، بالطبع كاين تزايد ديال الضيعات، كاين انتاج كثير، ولكن هذا الانتاج كثير ماشي هو اللي غادي يقدر يجعل ان الثمن غادي يكون مزيان. الثمن اللي خصو يكون مزيان هو كيخص يكون تكلفه طايحه، التكلفه ديال الجيران ديالنا ديال اسبانيا والدول الاوروبيه، لان احنا البلد اللي التكلفه ديالو اغلى تكلفه عالميا. وهذا رجع لعده اسباب، لان ما عندناش منافسه، ما كاين احتكار، ان البورصه ديال شيكاغو رجعت الاثمان ديالها وحنا ما رجعش. الدوله تحملت المسؤوليه ديالها وحيدت الرسوم الجمركيه اللي كانت قبل 2010، ورغم ذلك ان اللوبي ما بغاش يهبط من هذا الاثمان ديال العلف، لان يعني منافسة ما كايناش. الاحتكار اللي كاين هو اللي كيخلق هذا الخلل، اللي رغم تواجد عدد كبير ديال الضيعات اما كيخسر فيهم المنتج، ولا ما خدمش هذا المنتج كيغلى الدجاج على المستهلك. وهنا يعني الوحيد اللي رابح هنا جميع الجهات وهما الشركات الكبرى. طبعا لان الدجاج هو الثمن ديالو كيتبنى على العرض والطلب، وهذه طبيعيه، لان احنا اليوم قله العرض كتجعل يرتفع الثمن، وهذا اننا باقي لحد الساعه قطاع ما حققش الطموحات اللي كنا كيخصنا. لان علاش اليوم حنا ما عندناش استقرار ديال، ما وصلناش لحتى الاستقرار ديال الاثمان، لان اليوم خلينا المستهلك ديما مخلوع. علاش؟ لان الدول الجيران ديالنا اللي كنشوفوا حنا الاثمنه ديالهم
كنلقاوها أثمنة مستقرة على طول السنة. وحنا عندنا الأثمن يعني كترتفع وكتنخفض بواحد الشكل كبير اللي كيخلع الجميع، وهذا دليل على أننا ما حققنا والو، وهذا راجع ضعف ديال التسيير ديال الوزارة والاعتراف اللي دارت مع الفيدرالية اللي ما قدروش يضمنوا استقرار الأثمنة ديال المنتوج. ارتفاع ديال الأثمن ما غيدومش مدة طويلة لأنه عنده أيام معدودة ولا أسابيع معدودة، لأن هذه الأثمان اللي ارتفعت يعني اغتر بها رغم الخسائر، اغتروا بعض المربيين اللي غادي يبداو ينتجوا واللي بداو كينتجوا من جديد على أنهم متوقعين أن الأثمان غتبقى مرتفعة وغادي يحققوا أرباح. ولكن المشكل اللي كاين اليوم هما هاد المربيين اللي دخلوا لهاد الغمار، ان تفرض عليهم عاود الثمن ديال الكتكوت واحد الثمن ديال 8 دراهم 7 دراهم، وهذا هاد الاثمن هذه اللي في الاخر ما كتحقق لهمش الربح المطلوب، وغادي تحقق لهم يعني خساره، وهذا هو اللي ما كنبغيوه شي. وهذا رجع للغياب ديال الوزارة الوصية اللي ما كتقومش بالدور ديالها تحمي المنتجين باش يمكن تكون استمرارية والرخاء في البلاد، وتحمي المنتج والإنتاج، وتحمي حتى العملة الصعبة ديال البلاد، لأن جميع المواد اللي كتدخل في إنتاج الدواجن راها كلها مستوردة وبعملة صعبة. الإجراءات اللي خديناها احنا كجمعية وطنية لمربي دجاج اللحم، وهي أقدم جمعية وأول جمعية اللي كتمثل المربيين في المغرب قبل حتى تواجد هذه الفيدرالية اللي ركبت على المصالح ديال المربي وديال الجمعية. احنا يعني عندنا يعني قبل جائحة كورونا عندنا رسائل كثيرة موجهة للسيد وزير الفلاحة اللي بقات بلا جواب ليومنا هذا. كاين عندنا يعني رسائل وملف في مجلس المنافسة اللي كنتظروه باش نجلسوا معاه على داك على هاد الاحتكار وعاد الفوارق ديال الثمن وعلى الأثمان موحدة بين جميع الشركات من ناحية ديال الفلوس والعلف. ومؤخرا يعني في الجائحة قمنا بعدة رسائل اللي وجهناها خصيصا السيد رئيس الحكومة، لأنه هو اللي حملناه المسؤولية بعد غياب وزارة الفلاحة، حملناه المسؤولية ديال هذا المشكل اللي طحنا فيه، أننا اليوم كنتكبدوا خسائر كمربيين وما كاينش جهة اللي بغات لا تحاور معنا ولا تاخذ بيدنا. الغياب التام لجميع المؤسسات اللي الدستور كيحملها المسؤولية باش تكون في حوار معنا ومع المربيين ديال المغرب كاملين دون استثناء، وتخوض بيدهم تحاورهم عبر الجهات ديالهم. والسلام. المنافسة الشرسة اللي موجودة بين الضيعات الصغرى والشركات الكبرى هو غياب تطبيق القانون، لأن القطاع يعني داروا فيه قوانين كبيرة يعني من قبل مر يعني تبادل يعني إجراءات ديال التبادل الحر مع الولايات المتحدة في 2004، تم أن إنشاء المكتب الوطني السلامة الصحية. مر إنشاء المكتب الوطني السلامة الصحية يعني دار قانون 2807 اللي هادشي هذا كله كيرجع المنتجين سواسية واحد يعني بحال بعضياتهم، ما كاينش امتياز لهذا على هذا، لكن في غياب تطبيق هاد القوانين وكيولي ان كاين عندنا هنا
والمنافسة الشريفة والحكامة كيخلق هاد الشركات الكبرى يعني كتبغي تمتص، وفعلا امتصت الشركات يعني المربي الصغير، يعني ما يمكنش نقولوا شركة ولكن مربي صغير اللي هو القانون مصنفه مربي وضد فيه، ما بغاوش يعترفوا انه مربي، ما عرفناش علاش، واش هادو هما الاسباب اللي باغيين يحيدوه لانه هو مربي وخصو يمتاز يعني بهذيك بالمعطى يعني بالامتيازات اللي كتعطى للفلاح كاف مربي الابقار والمعيز والاغنام، هو ما كيتمتعش رغم كاين قانون 2012. عندنا القانون 49-99 اللي كيفرض على هاد الشركات انهم يزودوا غا الضيعات المرخصة وواحد الفراغ صحي من طرف واحد البيطري مؤثر للضيعة، وهذا الشيء هذا كله يعني ما مطبقش 100%، وهذا هو اللي كيخلق وعد كاين التكلفة ديال الانتاج اللي كتكون ديما كتفرق هاد الضيعات الصغيرة، لان كاين واحد اسباب اخرى اللي مسكوت عنها وهي اللي كتجعل ان هاد الشركات الكبيره كتكون عندها تكلفه اقل بكثير من المربي الصغير، لان ما يمكنلوش يواجهها في السوق ويحقق ارباح. وهذا الحل هو انك يخص ان الحوار، وانك يخص الوزاره تجلس مع الممثلين ديال المربيين الحقيقيين اللي المربي هو اللي راضي على داك الجمعيه اللي اسسها انها تدافع عليه، ماشي جمعيه تفرضت عليه. والسلام عليكم.